اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من جيمر بالعربي. النهارده هنعمل ريفيو سريع جدا 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 ومختصر عن اللعبه العظيمه كينج اوف فايترز اول ستارز. لعبه هايله جدا جدا، جرافيك عالي جدا ممتاز، التحكم بتاعها عظيم في منتهى الجمال. خلينا نشوف بعض الحركات. ممكن نضغط على الضرب ضغطه طويله بيضرب اوتوماتيك، مش محتاج انت تكتك على تضغط بصبعك كتير، لا انت تضغط ضغطه مستمره كده وهو بيتوجه من نفسه. يعني احنا دلوقتي بص بيروح ويجي بيشوف المكان فين وبيضرب اوتوماتيك. ممكن نعمل كده، الله لا حركات حلوه جدا جدا. هنا برضو في حركه مميزه فوق اهي، تحفه تحفه، خطيره خطيره جدا، الله. طبعا في هنا كمان ممكن نصد، تمام ممكن نصد. في كمان هنا ايه حركات برضو، ده زي ان انت يعني تفلت منه يعني. واو毎回主催者は違うけれど、目的はいつも一つだけ。世界一のファイターを探すこと。大会にどんな危険が潜んでるかは知らない。だけど心配する必要ないわ。きっと彼らがあなたの力になってくれるから。時には彼らとぶつかり、 طبعا كل كاركتر من الشخصيات اللي موجوده في اللعبه بحركات مختلفه، حركات مختلفه ومميزه، وفي بوسز كتير هتقابلها وكاركتر كتير جدا وباد جاي وشغل عالي. يعني اللعبه بصراحه مش هتكفيها حلقه واحده، هنكتفي بس ان الحلقه دي تعريف بسيط يعني عن اللعبه. لو انت متحمس للحلقه الجايه حط لايك على الفيديو واعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر التنبيهات، وبص على الحلقات اللي فاتت، واستناني ان شاء الله في حلقه جديده من جيمر بالعربي. مع السلامه.